مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر اخبار عالم مارفل اللي هو الام سي يو، وهنتكلم عن اخبار المسلسلات والافلام بما فيهم كمان سبايدر مان نو هوم. فمن غير كلام كتير يلا نبدا. اول خبر معانا بيقول ان هو الممثل بولتر ويل اللي اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت وقلنا ان هو هيطلع بالدور بتاع ادم مورلوك، ودي كانت اشاعات وتسريبات وحاجات زي كده. دلوقتي اقدر ناكد لكم ان هو فعلا هياخد الدور بتاع ادم مورلوك في الفيلم بتاع جاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3، وده كلام زي ما قلت تم تاكيده، وحتى هو كمان على تويتر اكد الكلام دوت بنفسه. الخبر بعد كده بيخص المسلسل بتاع هوكاي. المسلسل بتاع هوكاي تم تاكيد انه اول حلقتين من المسلسل دوت هينزلوا على المنصه بتاع ديزني بلس في نفس اليوم، يعني الحلقه 1 والحلقه 2 هينزلوا في نفس اليوم، واول حلقتين دول هينزلوا يوم 24 نوفمبر. الخبر بعد كده بيخص المسلسل بتاع ميس مارفل. حاليا في تسريبات بتقول انه اول اعلان تشويقي للمسلسل دوت هينزل في اليوم بتاع ديزني بلس اللي هو اليوم بتاع انشاء منصه ديزني بلس، فهو الاعلان بتاع المسلسل دوت هينزل في نفس اليوم دوت بتاع الاحتفال اللي هو برضه هيبقى يوم 12 نوفمبر، اي بمعنى صح قبل عرض مسلسل هوكاي. الخبر بعد كده بيخص فيلم فانتاستيك فور. حاليا في اشاعات قاعده بتقول ان رامي مالك احتمال يلعب الدور بتاع سيلفر سيرفر في الفيلم بتاع فانتاستيك فور، والكلام ده لحد دلوقتي اشاعات. الخبر بعد كده يخص فيلم سبايدر مان نو هوم. طيب الكلام ده اللي كان قاعد بيتقال هقوله لكم برده دلوقتي عشان في ناس كتير قوي سالتنا عنه. طيب الممثل توم هولاند اللي هو عامل الدور بتاع سبايدر مان طلع وقال الكلام ده بنفسه، ان هم كانوا شغالين على الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم كاخر فيلم للافلام بتاع سبايدر مان بشكل عام، يعني بمعنى اصح كانوا متخيلين انه مفيش فيلم سبايدر مان تاني هيتعمل، وقال فعلا انه ده يعتبر اخر فيلم لسبايدر مان، واذا كان سبايدر مان فيما بعد هيظهر فهيظهر اقوى من الاول. طيب الجمله دي الناس ما فهمتهاش، وبرده في الفيديو اللي فات الناس كانت قاعده بتكتبها لي في تعليقات كتير. بصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين الفكره، اولا كده تم تاكيد انه اساسا في فيلم رابع لسبايدر مان داخل عالم الام سي يو مش داخل عالم سوني، فاحنا عندنا واحد داخل عالم الام سي يو اللي هو الجزء الرابع، امتى هيتعمل احنا لسه ما نعرفش، بس اكيد كده وبديهيا ممكن بعد فيلم فينوم 3 اللي هو المفروض هيظهر فيه سبايدر مان، واللي هو المفروض برده في نفس الاوقات دي او نفس التايم لاين دوت ان احنا نشوف انه سبايدر مان ظهر مع ممثلين تانيين او مثلا في افلام تانيه. يعني من الاخر المفروض ان احنا بعد سبايدر مان نو هوم هنشوف سبايدر مان كتير مثلا ككاميو على الاقل، لان احنا اولا عندنا فيلم بتاع كريفن زانتر المفروض ان هو هيظهر فيه سبايدر مان، وعندنا فيلم بتاع فينوم 3 اللي اتاكد ان هو هيظهر فيه سبايدر مان، وعندنا حاجات تانيه برده اتاكد فيها ظهور سبايدر مان. فيعتبر هو قصده بالكلام دوت ان هو مش اخر مره مثلا هيلعب الدور بتاع سبايدر مان، وهيعمله مثلا زي توبي ماجواير هيجيبوا ممثل تاني عشان يعمل الدور ويعملوا ريبوت للافلام والكلام ده كله، الكلام ده مش هيحصل. فاظن الناس اللي كانت بتسال على النقطه دي اظن ان هو الكلام جالكوا اهو دلوقتي بشكل رسمي، مفيش ريبوت لسبايدر مان تاني. سبايدر مان توم هولاند قصده بالكلام اللي هو قاله ان هو لو رجع للافلام بتاع سبايدر مان تاني الدور يعني بتاع بيتر باركر هيرجع اقوى من الاول، ده بعد سبايدر مان نو هوم برده بعيد وبكرر. فده بقى اللي يخليك ان انت تتحمس للفيلم بجد. وبالنسبه للنقطه اللي هو كان قاعد بيقول انه كده الافلام بتاع سبايدر مان او الثلاثيه كده بتاع سبايدر مان خلصت، فانا فاهمكم حاجه بس عشان الناس فاهمها غلط، الكلام دوت اللي هقوله كلام رسمي يعني ما فيهوش عك مني انا. الكلام اللي هو كان قصده بيه ان هي الثلاثيه بتاع سبايدر مان خلصت اللي هي الثلاثيه بتاع سبايدر مان جنبيها كلمه هوم، زي مثلا عندنا فيلم بتاع سبايدر مان هوم كومينج، عندنا فيلم برده بتاع سبايدر مان فار فروم هوم، عندنا الفيلم الثالث اللي هو المفروض هينزل السنه دي سبايدر مان نو هوم. فهو قصده بالثلاثيه بتاعت هوم دي ان هي خلصت، هيبقى في بقى افلام ثانيه فيما بعد ان شاء الله يعني هيعملوها من غير اسم هوم، يعني من الاخر كده هيخترعوا اسم جديد زي مثلا زي اميزنج سبايدر مان، او مثلا ممكن يعملوا مثلا اي حاجه ثانيه، او مثلا ممكن يخترعوا اي اسم ثاني حلو ويبداوا يصوروا من اول وجديد برضه. خلصت الكلام ده كله، دي مش نهايه سبايدر مان. الخبر بعد كده هو يعتبر سؤال الناس كانت بتساله لي، وحاليا هو لسه متاكد من قريب من حوالي كام يوم بالظبط. طب الخبر ده بيقول ان هو تم تاكيد وجود فيلم افنجرز 5 بيتم التجهيز ليه يعني من دلوقتي، فده يعتبر ردا على الناس اللي كانت بتيجي تقول انه مفيش افلام افنجرز تاني. ده يعتبر كلام رسمي من المخرجين اساسا اللي هم موجودين في مارفل اللي عملوا الافلام بتاعت افنجر اللي هم الاخوان الروسو، هم اللي مأكدين الكلام دوت. واذا كان مثلا افنجرز القدام دول ماتوا فاكيد يعني هيعملوا فريق جديد، ممكن مثلا يكون من فالكون وكابتن كارتر وكابتن مارفل وسبايدر مان ودكتور سترينج، يعني من الاخر هيعملوا فريق جديد، مش شرط لازم يجيب لك توني ستارك وكابتن امريكا. فدي النقطه اللي كنت عايز ان اوضحها لكم. وغير كده في شخصيات هتتقدم قريب وقاعده برده بتتقدم من دلوقت اكيد هتظهر في الاعمال اللي جايه، وممكن يكون في منهم شخصيات هتدخل في الفريق بتاع الافنجر. فيعتبر الفيلم بتاع اندي جيم مش نهايه الافنجرز خالص. الخبر بعد كده هو يعتبر تسريب ان هو في واحد كان بيحاول ان هو يفتح الاعلان بتاع سبايدر مان نو هوم اللي هو الاعلان الثاني اللي احنا قلنا ان هو هينزل يوم 25 اكتوبر ومدته هتبقى 3 دقايق و33 ثانيه. الشخص ده حاول ان هو يفتح الاعلان بس للاسف ما رضاش ان هو يشتغل، وده برده نفس اللي حصل مع الاعلان بتاع فيلم تشانج تشي. وبالمناسبه يا جماعه لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه جديده اتقالت غير ان هو الاعلان بتاع سبايدر مان نو هوم احتمال ان هو ينزل يوم 25 اكتوبر، ولو ما نزلش في اليوم دوت فهينزل في الفتره ما بين 25 لحد يوم 1 نوفمبر. بس ان شاء الله يعني بالتسريبات اللي قاعده بتنزل دي والتاكيدات ان هو فعلا يوم 25 اكتوبر هينزل فيه الاعلان الثاني.
الخبر بعد كده بيخص المسلسل بتاع سيكريت انفيجن. يعتبر من كام يوم الممثل سامويل جاكسون اللي عامل الدور بتاع نيك فيوري اكد ان هو المسلسل بتاع سيكريت انفيجن بدأوا التصوير فيه، ومن تاريخ الفيديو دوت يعتبر هو من يومين بالظبط. الخبر الاخير هو يعتبر تسريب بس نصه خبر غير مؤكد. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك بص، هو حاليا تم تسريب ان هو الممثل كريس ايفن هيرجع للعالم بتاع الام سي يو، ده تم تسريبه الى حد ما تم تاكيده. الغير مؤكد بقى لحد دلوقتي، في اخبار كانت قاعده بتقول ان هو هيرجع للدور بتاع كابتن امريكا لمره اخيره وهيعمل الدور دوت وخلاص على كده، مش هيعمل الدور يعني تاني. وفي اخبار تاني كانت قاعده بتقول ان هو هيعمل الدور بتاع هيومن تورش اللي عمله في الفيلم بتاع فانتستيك فور، وهيرجع مع نفس الكاست القديم لان الكاست القديم كده كده راجع وهيرجع كله كمان. فاني واحد من الاثنين دول صح احنا لسه ما نعرفش، بس هو خلاص الامر ان هو كريس ايفنز رجع، انهي دور بقى لحد دلوقتي ما نعرفش. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وبيس.